اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. الاسعار يا جماعه، هنعرض لكم اسعار الخضار النهارده واسعار الطماطم والبصل الاحمر والبصل الابيض والثوم وانواع الخضار الاخرى. بس ما تنسوش في البدايه يا جماعه تعملوا لايك للفيديو ده، يعني فضلا منك يعني، ودعمك للقناه. ولو في متابع جديد وحابب يعرف الاسعار لحظه بلحظه، ما ينساش يشترك في القناه بالضغط على كلمه اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. واكتبوا لنا في التعليقات يا جماعة أسعار الخضار في سوق التجزئة، واكتبوا لنا برضو رأيكم في الفيديوهات اللي احنا بنطلعها والأسعار اللي احنا بنطلعها. طبعا احنا متأكدين والحمد لله ان احنا بنطلع الأسعار الحقيقية 100%، وبنطلعها في أقل وقت ممكن علشان ما تقعدش مثلا تمل من المشاهدة أو الكلام ده. وفي بعض الأحيان بنشرح طبعا يعني ايه اللي بيتم في سوق العبور. الأسعار يا جماعة يعني اللي ما فيش جديد، الاسعار زيها زي امبارح، زي اول امبارح، يعني مفيش تغير كتير. يعني البطاطس يا جماعه، البطاطس النواله النهارده 6 جنيه لحد 6.5، والبطاطس التبريد يا جماعه 5 جنيه لحد 5.75 جنيه في الزرع المميز، والتلاجات 3.5 لحد 4 جنيه، والكاره يا جماعه 5 جنيه لحد 5.5. يعني نقدر نقول ان البطاطس تبدأ من 3.5 لحد 6 جنيه. مفيش غير نوع واحد مرتفع اللي هي البطاطس التايسون، ودي يعني بتبقى جودتها عالية شوية، تبدأ من 6 جنيه لحد 7 جنيه. الشطة يا جماعة، الشطة الخضراء 2.5 3 جنيه. البتنجال الرومي قل شوية في السوق، ولكن سعره طبعا زي ما هو من جنيه وجنيه ونص لحد 2 جنيه. الليمون يا جماعة من 6 جنيه و4 جنيه و5 جنيه، اعلى حاجة في الليمون 7.5 جنيه و8 جنيه، اعلى جودة في الليمون. الزيتون يا جماعة، الزيتون اللي هو التفاحي 14 جنيه 16 جنيه اعلى حاجة، والزيتون اللي هو العزيز عزيزي ده يعني قليل شوية سعره عن الزيتون التفاحي، بيبدأ من 13 جنيه لحد 15 جنيه للكيلو. البتنجان يا جماعة العروس 2 جنيه 2.5 جنيه، والبتنجان الأبيض 2.5 و2 جنيه و3 جنيه أعلى حاجة فيه. طبعا في بتنجان رومي يا جماعة أعلى جودة فيه 2.5 جنيه. الطماطم يا جماعة امبارح كانت 70 و80 جنيه، النهاردة الطماطم بتبدأ من 60 جنيه لحد 100 جنيه للعداية. طبعا وزن العداية يا جماعة 20 كيلو، وزن عداية الطماطم 20 كيلو، بتبدأ من 60 جنيه لحد 100 جنيه أعلى جودة في الطماطم، أعلى جودة في الطماطم 100 جنيه. البصل بس هنعرض أسعار البامية والكوسة. البامية من 15 ل16 جنيه، البامية الخضراء، والكوسة 4 لحد 6 جنيه. في طبعا بامية حمراء يا جماعة بتوصل لحد 18 جنيه، ودي طبعا بيبقى زرع مميز شوية عن البامية الخضراء. البصل الأحمر يا جماعة 3 جنيه، يعني بيبدأ من 2.5 لحد 3 جنيه، اللي هو البصل الأحمر. البصل الأبيض 3 جنيه 3.5، من 3 ل3.5. التوم يا جماعة، التوم اللي هو بعرشه 5 جنيه 6 جنيه، والتوم المعروم يصل 8 جنيه و9 جنيه، والتوم المفصص يصل الى 10 جنيه للكيلو. الخيار يا جماعة، طبعا الخيار يعني يعتبر ان هو ماسك سعر شوية، يبدأ من 4 جنيه لحد 6 جنيه، بس ابو 6 جنيه ده يا جماعة يعني بيبقى اعلى جودة يعتبر. دي البامية الحمراء يا جماعة اللي انا بقول لكم عليها، اللي دي سعرها طبعا بيصل الى 18 جنيه في سوق العبور. دي اسعار جملة يا جماعة. الفلفل الالوان يا جماعة معاك يبدأ من 6 جنيه و7 جنيه لحد 10 جنيه في الزرع النظيف. في الفلفل الالوان سواء ان كان احمر او اصفر. والكوسة طبعا يا جماعة ماسكة سعر اليومين دول، يعني سعرها برضو مرتفع شوية، وفي التجزئة تصل الكوسة يا جماعة من 11 جنيه لحد 12 جنيه، وفي بعض الأماكن ممكن تصل إلى 14 جنيه للكيلو.
الطماطم يا جماعة في برانيك طماطم بيبقى يعني بتبدأ من 25 كيلو 27 كيلو، ممكن تصل لحد 120 جنيه و130 جنيه. هي مش مرتفعة بس هي علشان الوزن، علشان الوزن بتاعها يعني بيبقى مثلا فيها 5 كيلو زيادة 7 كيلو زيادة، فبيبقى سعرها مرتفع علشان وزنها. دي كانت اسعار الخضار. لو نسينا حاجة يا جماعة ياريت تكتبولنا في التعليقات، وهنحاول قدر المستطاع ان احنا نرد عليكم. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.